أهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع من مدينة 100 سلسيل بمحافظة الدقهلية. نحن الآن أمام منزل غريب من نوعه. المنزل غريب من حيث التصميم، من حيث التنفيذ. مشهد مش هتشوفوه في أي مكان، زي ما احنا شايفين دلوقتي إن المنزل بتتوسطه نخلة. النخلة موجودة في قلب المنزل، نمت جذورها وامتدت سيقانها من جوه المنزل لحد ما تجاوزت سطح المنزل زي ما احنا شايفين كده. حاجة غريبة، حاجة يعني علامات استفهام كتير. يعني ليه صاحب المنزل، ايه اللي يخلي صاحب المنزل ان هو يفكر في فكرة زي دي ويبني بيته حول النخلة؟ ما كان ممكن ان هو يبنيه بجوار النخلة. هنعرف اكتر عن الاسباب اللي خلت صاحب المنزل ان هو يبني منزله بالشكل ده وبالتصميم ده. زي ما احنا شايفين دلوقتي، اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. انا السيد بدوي، السيد محمد ابراهيم بدوي، من 100 سلسيل محافظة الدقهلية. وده المنزل، ده بقى منزل العائلة. فطبعا يعني انا احتفظت بانني يعني بالمنزل، ان انا اخلص بعض من اخواتي، لان انا محتفظ بالمنزل لان عزيز عليا عشان النخلة اللي فيه مش اكتر يعني. ف حضرتك يعني الفكره جات لك منين؟ الفكره جات لي وانا صغير، يعني وانا صغير كنت بحب النخل كتير، يعني كنت معتز بيه. فكان ابويا يعني دايما يرعيها لحد ما كبرت مثلا الدور الاولاني. فطبعا وقفنا لحد الدور الاولاني لان كانت لسه واطيه، ما وصلتش لقيمه الصب المعتاده اللي انا عاوز اصبها. فلما ارتفعت شويه، فطبعا بدات انني كنت كبرت شويه، يعني بقت سن 16 سنه، كنت شغال نجار مسلح اساسا. وطبعا بدات انني اللي اسس البيت اصلا على سبيل اصمم للنخله، بحيث ان في يوم من الايام ما تعلاش تطيح من اي رياح هوائي يعني. فحبيت ان انا ادخلها داخل البيت واحزمها بقمر خارجي داير ما يدور، على سبيل لو حصل اي نسبه رياح ما ياثرش لا على البيت ولا على النخل. طيب هل النخله مثلا، يعني اكيد في سبب يخلي حضرتك ان انت تنفذ التنفيذ ده، فكان ممكن ان انت تبني البيت بعد النخله او جنب النخله؟ ما هو لو رجعت بيه داخل بره بعيد عن النخله، فالنخله مش عمرها مش هتطول، لان في اي لحظه من اللحظات مع الرياح هتقع. وطبعا لان هي في مكان ما فيش مثلا فيه مادة مياه كتيرة، غصبا عنها انها تقوم مأثرة على الجذور فهي هتقوم تطيح يعني. يعني واضح ان النخلة عزيزة على حضرتك. اكيد اكيد. ايوه. ايه السبب في ده؟ هي اولا يعني حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، بتطرح لنا ثمرات. وطبعا الثمرات الناس اللي العزيزه علينا او الجيران اللي بياخد منها، واللي بيحب فايت ونفسه ببلحه مثلا. وبعض الحريم يعني مثلا يقول احنا نفسنا ببلح، تتوحم مثلا على البلح. فهي يعني لاي واحد يكون له رغبه في ان هو يدوق يعني من النخله. يعني حضرتك كنت قلت لي ان النخله موجوده من اكتر من 50 سنه. هي من عمري انا مواليد 66، وهي تقريبا في نفس التوقيت والدي زرعها، في نفس التوقيت العمر بتاعي يعني. فطبعا لما بدات تكبر وانا معاها، فلما والدي توفى فانا حبيت ان احتفظ بها يعني كمان اكتر واكتر يعني. طيب يعني حضرتك عارف ان النباتات او الاشجار او النخيل بشكل عام ممكن يجيب لك حشرات، وخصوصا ان انت النخله متواجده في قلب المنزل. كانت متواجده وفي حشرات، لان كانت المستشفى قديمه زمان قبل ما تتبنى المستشفى بالطراز الحديث. فكان طبعا في حشائش وفيه أنايا مثلا مرة، فكانت النخل دايما بيحتضن الحشرات. فطبعا لما أنا بدأت أنا أصب الدور الأولاني، فبدأت أفكر أنني يعني أمنع أي حشرات أو نمل يطلع يتسلط مثلا على الدور اللي فوقاني. فبدأت أن أنا أفكر يعني أعمل إيه لو حطيت خرسانة من دون أي حاجة ما تمسكها هتقع، يعني لأن النخل بيشرب مية، والمية بتنزل من فوق من الشتاء
لازم بتنزل من داخل النخلة لحد الأرض، لأن هي بتمتص المية، بتنزل زي الأسفنج بالظبط. فجبت سلك من اللي هو السلك اللي هو بتاع الشائك الحديد، فلفته على النخل داير ما يدور. فطبعا لما لفته بدأت ان انا اعمل امحر عليها بالمادة الخرسانية، وبدأت ان انا مثلا ادهنها بحيث ان ما فيش اي حشرات ولا اي حاجة تتسلط تطلع الدور فوقها. طيب والمادة الأسمنتية اللي حضرتك حاططها على النخلة مش مأثرة على الثمار؟ لا مش مأثرة على الثمار ولا أي حاجة، لأن هو الشبكة الحديدية لما بتلفيها حوالين النخلة بتبتعد عن ال بتبتعد أصلا الشبكة الحديدية ما بتبقاش لازقة، لأن فيه مثلا في التقليم زي درجات للسلم مثلا بتاع النخلة لما تيجي تطلع عليه، فهي لما بتيجي تلفها فهي بتبتعد عن الإيه؟ عن الجسم الاساسي اللي هو بطن النخله. طيب وحضرتك بتمدها بالميه ازاي؟ هي الميه ربانيه، لان طبعا كان حوالي منها قنايه، وطبعا اللي هي لما كبرت وبدات الجذور بتاعتها، لان هي جذورها عباره عن مثلا جذور حطبيه، فما هيش جذور شجر، لان جذر الشجر بيبقى تخين يعني بيحتاج ميه، فهي بتمتد اصلا بتشرب رباني من تحت الارض لما بترتفع يعني. فهو جذورها اصلا ما ياثرش على اي اساس في المعمار يعني. طيب يعني ما حدش من اهلك قرايبك اولادك يعني مش متضايقين ان في كتير كتير مثلا في البدايه كان مثلا جوز اخواتي يقول يعني يا عم اقطع النخله عشان كذا كذا، اقول لهم لا النخله عندي اهم من البيت، فاقول لهم النخله عندي اهم من البيت، عمر ما اضحي بالنخل، اضحي بالبيت ولا انش اضحي بالنخل. ده كان في ضمن يعني دايما الحكايات، كان مع جوز اخواتي الاولانيين يعني. يعني النخلة عند حضرتك اهم من اي حاجة؟ اهم من اي حاجة، لدرجة ان واحد بيقول لي اتباعها لي، طول ما تقدرش على تمنها يعني، دول انت اصلا ما تقدرش على تمنها. عايز تشتري النخلة؟ هو واحد يعني مثلا على الفيس بيعلق، فبقول تباعها لي، فاقول انت ما تقدرش على تمنها، لان يعني تمنها بالنسبة لي غالي مش بفلوس يعني. بس ده المقصود يعني في تربيه النخله يعني. طب حضرتك بما انك انت المهندس، انت اللي بنيت البيت وصممته، ازاي برضو عايزين نفهم اكتر ازاي قدرت ان انت تبني دور ورا دور بوجود النخله؟ والله بوجود النخله هو كان بقى يعجزني، لان طبعا كان زمان مثلا الدور كانش بيتكلف مثلا من 15000 ل 10000. من 15000 ل 10000، فطبعا انا كنت بستنى كل 6 سنوات عشان ابني دور، لان النخله بترتفع ممكن في السنه من حوالي 60 سم ل 55 سم، فلما كانت بتجيب له الدور المناسب لارتفاع الدور اللي هو 3 متر 20، فكنت بقوم ابدا يعني ايه ابني واجهز للصب بعد انتهاء مثلا طرح النخل الاولاني يعني. مجرد ما اجي مثلا هجمه يعني يطلع منها الثمار، ابدا بقى نصب بقى، لان هو هيبدا يتراخم على السطح. فهي كانت سبحان الله يعني، هي كانت تطلع بدري وتحمر بدري وتخلص بدري يعني، هي بتخلص قبل ما الناس بتطلع على نخلها وتجمع النخل بتاعها. يعني كنت بتبني الدور يعني كل قد ايه؟ كل 6 سنوات. كل 6 سنين؟ كل 6 سنوات بالظبط، وبل يعني يزيد اكتر حسب من منو النخله نفسها، حسب من منو بتاع النخله يعني. طيب العمال اللي كانوا بيجوا ويبنوا مع حضرتك البيت برضو ما يعني ما واجهتهمش اي صعوبات وهم بيبنوا؟ لا ما فيش النخلة. لا ما فيش صعوبات ولا حاجه، ده هم كانوا يعني بقى فرحانين ان هم يعني بيعملوا حاجه يعني اهلي بفكر فيه اللي انت بتفكر فيه دي يعني. قلت لهم ابدا، بشغل دماغي باي حاجه تهمني وخلاص. طيب ممكن حضرتك تورينا كده النخلة من جوه البيت؟ اتفضل. طبعا الدور برضه مستغربين يعني ازاي برضه تبقى قاعد في بيت ومعاك نخله يعني. والله لا مش موضوع غريب ولا حاجه، هو يعني غريب في ايه؟ ان انا مثلا معتز بحاجه انا نفسي فيها او انا عزيزه، هي عزيزه عليا من ريحه المرحوم مثلا والدي مش اكتر ولا اقل يعني. فهنا معاك يعني مثلا ضي تمام.
كارما كارما انت على الباب. دي الدور الثاني بتاع ابني، انا عندي بنتين وولد، يعني هم متجوز متزوجين يعني. فرضت النخلة على كل ولادك؟ ايوه فرضتها. اتفضل. النخلة معاهم برضو يعني؟ اكيد. يعني ما فيش، ما سالتهمش في الاول عن الموضوع هو اجبار؟ لا مش هم ما عندهمش خلفيه يعني، هم بالنسبه ان هم جيل الايام دي ما عندوش خلفيه باي شيء يعني. فطبعا هو لما عملتها مثلا في البيت داخل الشقه بتاعت ابني فكان فرحان يعني بيه. فزي ما انت شايفها كده حول منها قمر داير منظور، والدور الارضي ممنوع اي حاجه تطلع يعني. يعني دي احتياطات انت عاملها؟ دي احتياطات. وهنا لان هي بتمتص ميه، فمع امتصاص الميه طبعا انا عامل لها زي عباره عن حوض تحت بفتحه خارجيه هنا. اذا مثلا لان بيبقى ساعات بيبقى في الشتاء شتاء مندفع جدا، فغصبا عن النخله، النخله بيمتص الميه. فهنا برضو عامل حسابي حتى عشان مثلا لو حد مش موجود في الشقه بينزل في الحوض الميه، لو انتلز بينزل في الشارع على طول. حضرتك درست الموضوع قبل ما تنفذه؟ موضوع أيوة. يعني غريب برضو. ايوه انا راجل كنت بشتغل في المعمار، ودايما النجار دايما عنده خلفيه بالنسبه في المعمار يعني في التنفيذ اكتر من المصمم. أيوة. يعني النجار دايما عنده خلفيه اكتر من المصمم، لان هو بيبدع الشيء اللي هو المهندس بيصممه. زي حضرتك عامله ايه؟ نتعرف بيكي. انا ام محمد. حضرتك عرفيني بنفسك. انا ام محمد حرم الاستاذ بدو. حضرتك اتجوزتي في البيت ده ولا قبل وجود النخله ولا بعد وجود النخله؟ والله متجوز، لا ساعه النخله كانت موجوده فيه. طب وازاي يعني الموضوع ما كانش غريب بالنسبه لك؟ لا ولا غريب ولا حاجه. انا بصيت على البيت لقيتها فوق في الشقه اللي فوقي، وبعدين شكلها حلو، وبعدين زي ما يكون ربنا يعني قلت البيت ده حلو والنخله جميله ومش عارفه ايه، فربنا سبحان الله يعني نقول اللي في بالي. طيب يعني برضو عروسه جديده داخله على بيت والبيت جواه نخله، عادي ازاي تقبلتي الموضوع يعني؟ لا عادي ما فيش حاجه يعني، النخله حلوه. ما كانش في علامات استفهام كتير في بالك عن الموضوع؟ لا والله. ما سالتيش ليه في نخله جوه البيت؟ هو قال لي ابويا، يعني ابويا اللي زارعها ومحتفظ بيها وكده، وخلاص الواحد ما عادي يعني مفيش حاجه. طيب و يعني لما لقيتي ان فجاه في ضجه عن الموضوع ان في نخله مبنيه، يعني في نخله في قلب بيت، ايه ما استغربتيش؟ لا عادي عشان عندي النخله دي برضه في البيت. يعني الموضوع بالنسبه لك عادي؟ عادي عشان هي موجوده من زمان يعني. شكرا لحضرتك. ممكن حضرتك تورينا النخله من السطح؟ هات لي كارما، هات لي كارما. اتفضلي تعالى. ماشي اتفضلي. هو دي الدور الثالث، دي بتاع اخويا برضه معايا في البيت بس مش موجودين يعني بره. دي الدور الثالث بتاع اخويا. نعم. هو معايا في البيت يعني لان ده بيت العيله، فانا بخلص يعني اللي بقدر عليه بخلص، كل واحد بياخد حقه ويطلع. يعني كمان النخله مطلعه بلح؟ ايوه بس بقول لك بتخلص بدري يعني. أيوة. هي يعني سبحان الله يعني بتطرح بدري وتحمر سبحان الله بدري يعني. فطبعا كل اللي بيشوفه عشان هي قريبه بقى بيطلع عاوز يجي. كل الناس اللي في الشارع متواجدين عندك على طول عشان على طول اللي بابا نفسه فيها بيطلع يجيب، لان هي قريبه له يعني. فهي طبعا دلوقتي بتبدا ترتفع عن الدور الايه المناسب ليها. أيوة. يعني دلوقتي لو انت عايز تبني جديد هتستنى 5 سنين؟ لا مفيش، هو القانون بقى ما عادش فيه مباني يعني، ما عادش فيه مباني ارتفاع اكتر من كده يعني، فهي بتقف بقى لحد كده يعني خلاص الحمد لله. برضه موضوع ان حضرتك تبني نخله جوه البيت، انا صغير يعني دايما كانوا يعني بيحبوني ما حدش فيهم اصلا بقى يكسر لي اي كلمه اطلبها منه، كان غريب او قريب يعني. حضرتك ممكن تقول لنا يعني لما بدا الموضوع بدا ينتشر على الانترنت، البدايه دي كانت بدايه ايه؟ بدايه خير.
يعني ازاي بدأنا نعرف ان في؟ والله احنا تفاجأنا بها بالخبر ده وكنا سعداء والله. مين كان سبب الشهرة الكبيرة؟ الله يصلح حاله بقى بتاع التكييف اللي عامل ده. هنعمل ايه؟ تفاجأنا بالصورة على الفيس وقلب الفيس وبعدين احنا بنشوفه قال لك بتاع التكييف هو اللي عمل. زي ما انتم شايفين مشاهدينا وجود نخلة داخل منزل. النخلة موجودة قبل ما البيت يتبني من اكتر من 50 سنة، وصاحب البيت لان النخلة عزيزة عليه لانها بتفكره بوالده كمل بنى بيته. ومع وجود النخلة، النخلة بتمر من داخل المنزل، بتمر على غرف النوم وغرفة الصالون الخاصة بالمنزل، ومتعايشين معاها وعادي ولا كأن في حاجة غريبة بالنسبة لهم. الموضوع بالنسبة لهم شيء طبيعي وعادي. النخلة بتعني له الكتير، يعني بتفكره بوالده، بتفكره بالزمن القديم، وبيقول انه يعني النخلة بالنسبة له اهم من اي حد. ولما اولاده كانوا رافضين في الاول ان يبقى في نخلة، ان البيت بتاعهم يحتضن النخلة، كانوا رافضين، لكن هو قال انه محدش يقدر يكسر لي كلمة، النخلة عزيزة عليا ومش هتخلى عنها ابدا. شكرا لكم مشاهدينا، كنا مع